حياكم الله. 100 يوم أثبتت أن كيان الاحتلال كيان هش. 100 يوم كانت شاهدة على أن طوفان الأقصى أغرق آمالهم. 100 يوم أكسرت وكسرت صورة قوتهم الأمنية. 100 يوم وعلى رمالها وصمود فصائلها هدمت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر. 100 يوم أثبتت بها فصائل المقاومة أنها لا تهزم ولن تموت. قطاع قطعوا أوصاله وأهله وموارده، فقطع أنفاسهم وجيشهم وقوتهم. ماذا فعلوا بال100 يوم؟ قتلوا النساء والأطفال؟ هدموا المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات؟ ماذا حققوا؟ حققوا الانكسار لكيانهم، الهزيمة لشعبهم، أظهروا الانقسام بينهم وانهيار لاقتصادهم. بعد 100 يوم ما زال العالم أصم. بعد 100 يوم ما زال المجتمع الدولي أعمى وأبكم. بعد 100 يوم نصر جديد سيكتب لغزة إن شاء الله. في حلقة اليوم نبحث في الآثار الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 100 يوم. نبحثها مع ضيفي، وأبدأ بأستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية معالي الدكتور محمد أبو رمان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وأهلا بوزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق معالي الدكتور طارق الحموري. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد ترحاب بضيفي مع حفظ الألقاب. سأبدأ وإياكم هذا اللقاء وأبدأ معك دكتور محمد. كيف تقدر الموقف السياسي بعد 100 يوم على العدوان على غزة؟ يعني هناك تحولات عديدة وكبيرة، وأعتقد الأيام الأخيرة كان هنالك تدحرج مهم في التطورات سواء على الصعيد الميداني أو السياسي. على الصعيد السياسي محكمة العدل الدولية في لاهاي متغير مهم جداً، وأعتقد أنه لها تداعيات كبيرة هزت إسرائيل بشكل كبير، وهذه سابقة يعني. ولاحظنا في خطاب نتنياهو كيف كان يعاني من حالة إنكار في ومحاولة عدم إدراك أنه كيف تحولت الرواية من رواية إسرائيل المظلومة والداعش والنازية إلى رواية حرب إبادة. هذا تحول مهم جدا. نعم. الأمر الثاني تدحرج الأزمة في إسرائيل في الفترة الأخيرة، تدحرجت بصورة كبيرة. المشهد الداخلي واضح تماما أنه الخناق يضيق على بنيامين نتنياهو، وهناك تحول مهم في موقف الإدارة الأمريكية داخل المعادلة الإسرائيلية، بمعنى أن هنالك قناعة بدأت تتولد لدى الإدارة الأمريكية بأنه بقاء الحكومة الإسرائيلية بصيغتها الراهنة سيكون مشكلة كبيرة للإدارة الأمريكية، وهو مشكلة بدأت أصلا لدى الإدارة الأمريكية في الداخل الأمريكي وفي الأجواء الانتخابية هناك. الصعيد الإقليمي للحرب أنا بعتقد أيضا هناك تطورات كبيرة على صعيد الأمن الإقليمي والبحر الأحمر والضربات التي وجهت للحوثيين، لكن حتى نختصر لا أعتقد أن هناك سيكون تدحرج أكبر لهذه الأزمة في صعيد حرب إقليمية كبرى، لأن الرغبات والإرادات السياسية لدى الإدارة الأمريكية وإيران تحديدا لا ترى بأن هذه الحرب تخدم مصالح الطرفين. إيران لا تريد أن تدخل الحرب، صحيح؟ لا تريد أن تدخل، ويعني أكثر من الضربات التي وجهت إليها ولحزب الله ولقياداتهم ولم تدخل. واضح أنه هي لديها قناعة بأنه ليس من مصلحتها في المرحلة الراهنة التورط في حرب كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وعلى صعيد الوضع الميداني في غزة أنا بعتقد أنه المأساة تستمر، الأزمة الإنسانية تتفاقم. كان هناك اليوم تحذير خطير في غزة عن قضية المياه في غزة. وهنالك تهجير مستمر، وأرى أنه نحن أمام أجندات متصارعة حول اليوم التالي لغزة، ما بين رغبة اليمين الصهيوني في إسرائيل الذي يريد ما يزال يصر ولو حتى بشكل غير معلن على سيناريو التهجير والحصار والاحتلال لغزة، وما بين مواقف دولية تحاول أنها تلطف من هذه الأجندة في اليوم التالي، وأقصد طبعا الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية تبحث عن حلول سياسية يمكن أن تستند إليها في الوصول إلى وقف إطلاق نار، وبالتالي تربط يعني وقف إطلاق النار بالحلول السياسية في المرحلة القادمة. دكتور طارق، الحديث دائما يدور بأن الاقتصاد هو من يتحكم بالسياسة. اليوم هذه الحرب اقتصاديا، إسرائيل هناك من يقول بأنها انهارت اقتصاديا،
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية دعمت والاتحاد الأوروبي دعموا إسرائيل بالأسلحة وبمليارات. طيب أنا بسأل اليوم، هل الاقتصاد هو من يتحكم بهذه الحرب أم السياسة؟ الله يمسيك بالخير أخي عامر، ويمسي مشاهدينا أينما كانوا على مساحة وطننا الحبيب بألف خير. هذه الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال على أهلنا في غزة حرب أساسها سياسي مش اقتصادي. هنالك تبعات اقتصادية مهمة لهذه الحرب على دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن قدرة الاحتلال على أخذ الأموال من أمريكا وغيرها من دول الغرب قدرة كبيرة جدا. صحيح. هل سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي؟ قطعا سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه اليوم جزء كبير من القطاعات الإنتاجية المهمة في إسرائيل لا تعمل بالشكل اللي كانت تعمل فيه. نعم. سواء لأنهم أخذوهم لقوات الاحتياط، أخذوهم يخدموا بالجيش، وهنالك هجرات بدأ الحديث عنها من إسرائيل. صحيح. لمهنيين قادرين على إيجاد عمل لهم خارج إسرائيل. هذه كذلك ستؤثر. أنا بعتقد كمان هنالك أثر لما يجري في المحكمة الدولية، لأنه هذا يؤثر على طيف واسع من سكان إسرائيل. اليوم مش هم الأغلبية، ولكن هنالك عدد من السكان لما يطلعوا على العرض الذي تم سواء من دولة الاحتلال أو من أفريقيا للجرائم التي تم، بدي أقاطعك سيؤثر عليهم. وبدي أستفيد من تخصصك، وأنت أستاذ في القانون، وبدي أسألك سؤال، هل نعول على المحكمة كثيرا؟ طيب أنا لن أدخل بتكهنات متعلقة بنتيجة، أنا بقول لك قانونية وبدي أستفيد من تخصصك أخي عامر. بقول لك بس عشان أقول لك شو اللي صار خلال آخر يوم. هنالك طلب مستعجل مقدم لأخذ إجراء وقتي، والحديث كلياته اللي صار من أفريقيا عن هذا الموضوع والرد اللي تم، الحيثيات والتفصيلات مهمة جدا، قد تكون بأهمية القرار اللي راح يطلع. يعني ما قدمته أفريقيا في هذا الملف من أدلة وبينات على جرائم إبادة جماعية ونية الإبادة الجماعية، مش إنه الفعل تم بس، هنالك سبق إصرار ونية مبيتة سواء لدى رئيس وزراء إسرائيل، الوزراء في الحكومة، مجلس النواب الإسرائيلي، الكنيست، أو قادة الجيش. هذه البينات هامة جدا، هنالك نية لارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أعتقد أضعف الإيمان ستسبب حرج، وحرج كبير جدا للاعبين أساسيين في المجتمع الدولي. إذا بتطلع على الرد اللي قدمته إسرائيل، هنالك محاولات كبيرة جدا منها لتبرير مجازر لا يمكن تبريرها، هنالك صور، هنالك وقائع على الأرض، ولكن بذلوا جهد كبير جدا بالاعتماد على أي بينة وجدوها. بس اليوم ما حصل خلال الجلستين اللي فاتوا في المحكمة سيسبب حرج كبير وكبير جدا أنا بعتقد مع الكثير من الدول الداعمة لموقف إسرائيل. سأتحدث أردنيا، بعد 100 يوم إحنا كيف راح تنعكس الأزمة علينا سياسيا واقتصاديا أيضا؟ إحنا الأردن اليوم وين في هذه الأزمة دكتور؟ نبدأ سياسياً يعني؟ نعم سياسي. طيب اقتصادياً يعني طارق أنا ماشي اقتصادياً دكتور. لا بدنا إياك سياسياً واقتصادياً. بعد 100 يوم لازم إحنا بالأردن نعرف إحنا وين، شوف كيف راح نتأثر، شو موقفنا، الموقف الأردني السياسي راح ندفع فاتورته أمريكياً ولا لا؟ تفضل. يعني هذا سؤال مهم، بس خليني قبل ما أجاوب على السؤال هذا في إطار لازم احنا نفهم في الموقف الأردني. التداعيات السياسية الاستراتيجية لما يحدث في الحرب على غزة بدأت منذ 7 أكتوبر. يعني الأردن بدأ يتأثر من 7 أكتوبر. من 7 أكتوبر ورح نحكي كيف. هذه بدأت البدايات منذ لحظة الطوفان الأقصى، بدأت التداعيات. خلال الحرب أيضا هنالك تداعيات، بعد الحرب ستكون على المدى القصير تداعيات، وبعدها على المدى البعيد تداعيات. ليش؟ لأنه إذا بقيت الحرب في الإطار الحالي شيء، إذا استمرت الحرب لسنة شيء آخر، إذا توسع نطاق الحرب إقليميا ستكون تداعيات أخرى. أنا حتى أجمل عامر أنا عندي مفهومين رئيسيين ومركزيين، أنا بعتقد من خلالهم لازم إحنا نتفرع ونفهم تداعيات هذه الحرب على الموقف الاستراتيجي الأردني. المفهوم الأول وهو المهم، المفهوم الأمن القومي الأردني. ومفهوم الأمن القومي الأردني مفهوم رئيسي ومركزي في إدراكنا لأبعاد الموقف الأردني في غزة. إحنا ما بنتحدث عن معركة أو حرب يعني نتدخل أو لا نتدخل فيها،
نحن نتحدث عن حرب ملزمين بالجيوبوليتيك انه نكون احنا جزء منها، قضيتنا تؤثر بشكل رئيسي على الامن القومي الاردني. المسافه ليست فقط بين عمان والضفه الغربيه صفر، المسافه بين عمان وغزه صفر. انا لا اقول هذا الكلام عامر انشاء، ماشي، هذا قدر الاردن الجيوبوليتيك الاردني حطه تاريخيا وتقليديا في مع القضيه الفلسطينيه مركب واحد لا نستطيع الانفصال ولا الانفكاك عنها بشكل في العديد من الملفات. الآن هذه الحرب تؤثر بشكل رئيسي على الأمن القومي الأردني من مجالات متعددة، وأثرت بشكل رئيسي. أولا تؤثر على صعيد قضية أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، وعلى صعيد ما قد يحدث من عمليات لا قدر الله تهجير ونزوح وحلول سياسية. هذه الحلول السياسية هل ستكون داخل فلسطين حل الدولتين ولا خارج فلسطين على حساب الدول المجاورة؟ على صعيد الضفة الغربية، وأنا دائما بقول وإحنا بننظر لغزة لازم تكون عيننا أيضا على الضفة الغربية بالنسبة للأردن، وعلى صعيد ملفاتها المترابطة والمتشابكة مع الأردن، على صعيد المعادلة الداخلية الأردنية. فأنا بالنسبة لي كأردن هنالك اهتمامات رئيسية، أولويات رئيسية، مصادر تحدي وتهديد بدي أطلع عليها فيما يحدث في فلسطين. المفهوم الثاني ولا يقل أهمية عن المفهوم الأول وهو مترابط مع المفهوم الأول، الدور الإقليمي الأردني، لأنه أنت بتتحدث الآن عن متغيرات العالم. حكينا قبل في هذه الحلقة عامر، العالم قبل سبعة قبل طوفان الأقصى ليس العالم بعده، صحيح. المنطقة ليست هي المنطقة بعدها، والسياسات الإقليمية الموجودة ستتغير بشكل كبير، الديناميكيات ستتغير بشكل كبير. إحنا الأردن أين يقف الأردن ودور الإقليمي للأردن في المرحلة القادمة؟ هل ستكون النتائج السياسية الأردن يكون له دور هامشي فيها، ولا سيكون للأردن دور رئيسي فيها؟ هل الأردن لاعب رئيسي ولا لاعب ثانوي في المنطقة؟ هل سيصف أو هل سيحسب الأردن ضمن الدول التي سترسم خلال المرحلة القادمة سيناريوهات مبادرات مصائر؟ سيجلس الأردن على الطاولة ويقول يا أخوان احنا لي ترابط جوهري بالضفة الغربية وبالقضية الفلسطينية وبغزة، ولا سترسم في عواصم أخرى وبالتالي هذه. وهنالك مفهوم بالمناسبة أنا بدي أنا أجسر للدكتور معالي الدكتور طارق، هنالك مفهوم تقليدي مهم جدا عندنا اللي هو مفهوم دبلوماسية الموازنة، الدور الإقليمي والاقتصاد السياسي الأردني. أنت كل الأردن دولة تقع في جيوبوليتيك يعني محيط فيها مؤثر بشكل كبير. بس دبلوماسية الموازنة إنه التوازن تقصد مش لا دبلوماسية الموازنة بمعنى أنه الدور الإقليمي الأردني يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني. وبالتالي أنا إذا علاقاتي في الجوار منفتحة، شوف أنت الربيع العربي صار في إغلاق، صرنا جزيرة معزولة، وبالتالي تأثرنا، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير. صحيح. زاد دورك الإقليمي في المرحلة القادمة، ستزيد المساعدات وتزيد الأدوار الأردنية. علاقتك بدول الجوار جيدة، هذا يعني انفتاح أكبر. علاقتك بدول الجوار جيدة، ممكن أنه تحل مشكلة البطالة أكثر. صحيح. كل المعادلة الاقتصادية تبعتك بدناش نقول كلها، جزء رئيسي من معادلتك الاقتصادية في الصناعات، في البطالة، في التجارة، في المساعدات مرتبطة بالجيوبوليتيك. نعم. كلمة السر بالنسبة للسياسات الأردنية داخليا وخارجيا الجيوبوليتيك. احنا بدنا نفهم احنا دولة محاطة بهذه المتغيرات المهمة. انا ضمن هذه المعادلة انا اعتقد انه ما يحدث اليوم سيؤثر بشكل اثر ويؤثر وسيؤثر بشكل كبير على السياسات الإقليمية والداخلية الأردنية. دكتور، تأثرنا اقتصاديا أم سنتأثر؟ الاثنين. تأثرنا اقتصاديا وسنتأثر اقتصاديا. أخي عامر، إحنا دخلنا بحرب بهذه الأزمة، حرب سياسية واضحة على رؤوس الأشهاد. صحيح. مش مخفية، معلنة. نعم. دخلنا بحرب سياسية، والحرب هذه أثرت على الإقليم بكامله. هل تأثرنا فيها؟ نعم تأثرنا. إذا بتطلع على أرقام السياحة بالأردن تأثرت بشكل واضح. صحيح. إذا بتطلع على مستوردات الأردن اللي تقريبا النص بحدود 40-45% بالوضع الطبيعي بيجي فيها من خلال البحر الأحمر، تأثرنا اقتصاديا والقوة الشرائية تأثر اقتصاديا. اليوم الصناعات تبعنا ستتأثر لأنه عندك مدخلات إنتاج بهذه الصناعة، عشان أقدر أصدرها كلف الشحن راح ترتفع، كل الحلقة ستتأثر. بس مرة أخرى عشان نحط الأمور بنصابها، ماشي. الأردن مر بأزمات سياسية انعكست على اقتصاده، مش مبارح، طول عمره بمر بأزمات سياسية، وطول عمرنا موجودين بإقليم ملتهب. ما في 13 سنوات مرت على الأردن من 21 لليوم، ما في 10 سنوات مرت فيها راحة إقليميا
وظلينا احنا مرتاحين، قلنا الحمد لله اللي حوالينا مرتاحين فاحنا مرتاحين. لا يوجد 10 سنوات بتاريخ الأردن مرتاحة من 21 لليوم. أغلب ما تأثرنا فيه هو اقتصاديا، لأننا دخلنا بأزمات اقتصادية سواء من خلال فترة الربيع العربي، خلال فترة كورونا، هاي اللي عايشينها كلياتنا، خلال فترة الربيع العربي، خلال فترة كورونا، واليوم هذه الأزمة. بهذه الأزمات دول العالم إذا بتطلع على أدبيات السياسة، دول العالم عادة دول الغرب إذا بتطلع عليهم، في كثير من الأحيان يكون هنالك حديث عن افتعال عداء وأزمة وحرب مع الآخر عشان يقربوا على بعض، يلتفوا حول بعض حتى يتجاوزوا أزمات. اليوم الأزمة إجت لعنا، اليوم الأردن في حرب سياسية، ولا يوجد اثنين بالأردن مختلفين على الموقف الأردني. أعتقد لا يمكن المزاودة على الموقف الأردني. اللي عمله جلالة الملك واللي عملته الدبلوماسية الأردنية هو سقف مرتفع جدا. والله في أصوات تشكك يا دكتور بأي دور اليوم موقف أردني، في أصوات هناك من تشكك بأي موقف وأي دور أردني. اليوم لا نملك إلا أن نلتف حول الموقف الأردني كلياتنا. نقدر نختلف على الأمور البسيطة، على الأمور التفصيلية، على الإجراءات، ولكن فيما يتعلق بالموقف من فلسطين، الموقف من غزة، لا يمكن التشكيك بالموقف الأردني. ترى جيراننا اللي حوالينا بيقولوا يا أخوان، ما بديش أسمي دول إحنا على الهواء، بيقولوا ثوبنا احترق، ديروا بالكم أحالكم، ما ظللناش غيركم. أنا بعتقد اليوم لا نملك إلا أن نصون هذا الوطن ونحافظ عليه. الموقف الأردني لا يمكن المزاودة عليه. موقف الأردن السياسي، ما شفناش دول أخذت موقف أفضل من موقف الأردن بالعالم من ما بدت الأزمة لليوم. دفاعنا المستميت عن أهلنا في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وهذا كان له وسيكون له انعكاس اقتصادي. بس اليوم هل سيكون هنالك أثر؟ احنا بنحكي عن شقين على الأقل بالملف الغذائي، بنحكي عن الوفرة وبنحكي عن الكلفة. يعني نحكي عن أمن غذائي. أمننا الغذائي بخير. اليوم إذا بتطلع على العناصر الأساسية لأمننا الغذائي، بجوز يكون في هنالك ارتفاع بالأسعار، ولكن الوفرة موجودة. اليوم إحنا بنمر بأزمة فيما يتعلق بالشحن على الأقل، تشبه أزمة كورونا، صار خربطة بالشحن بالعالم. صحيح. الفرق الأساسي عن أزمة كورونا إنه بأزمة كورونا خطوط الشحن بالعالم كله تغيرت وتخربطت. صحيح. اليوم خطوط الشحن تخربطت بالحارة اللي احنا فيها بهذه المنطقة في هذا الإقليم. صحيح. ونحن من أكبر المتأثرين. هنالك خطوات، محاولات للتخفيف من هذه الإشكاليات، ولكن هذه الإشكاليات بدنا نعمل حسابنا أنه سيكون هنالك تأثير، سيكون هنالك تحديات في هذه الأزمة. ماشي. سأتي هذا الموضوع أسألك أيضا أنه ما جري حاليا في البحر الأحمر كيف ممكن يأثر علينا على الأردن بشكل خاص، ولكن يقودني السؤال إجابة الدكتور محمد، الأمن القومي الأردني وأهمية القضية الفلسطينية وعملية التهجير والحلول السياسية والدور الإقليمي الأردني اللي تفضلت فيه، لكن هناك من يقول أنه كل عمل الأردن لا يوجد له أي انعكاس على السياسة. يعني هناك من يقول بأن هناك من يهمش الدور الأردني فيما يخص غزة، أو لا يوجد دور أردني في غزة، لا يوجد دور الوساطة الأردني في غزة. هل هناك دور الأردن حقيقي فيما يحدث، أم أن صورة الإعلام لا تركز على الدور الأردني، أم أنه إحنا نسمع بعض الأصوات تقول لك يا عمي أظل شو بدتم يعمل الأردن؟ خلينا نحكي ببساطة أحمدي، خلي الناس تعرف شو الأردن وشو دورنا وشو اشتغل. لا أنا بتفق معك عامر، أنت أنهيت في الجملة بدي أبدأ فيها. أنا بعتقد المشكلة عندنا في الأردن دائما في المطبخ الإعلامي. يعني لو كان لدينا مطبخ إعلامي، وهذه لا يتحمل مسؤوليته الإعلام بالمناسبة، يتحمل مسؤوليته السياسي أكثر من الإعلامي، لأنه السياسي لابد أن يدرك أهمية الإعلام والرواية الإعلامية. الرواية الإعلامية اليوم والسردية الإعلامية تشكل جزءا رئيسيا من قوة أي دولة. في دول ما عندها غير وسيلة إعلام واحدة، هذه وسيلة الإعلام أعطتها مستوى كبير في المنطقة، العديد من الدول بالمناسبة. وسائل الإعلام اليوم جزء من القوة الناعمة لكل الدول، جزء من بنيتها الرئيسية. فأنا بداية أرى أنه إحنا دورنا بجزء كبير منه مهم، ولكن ضربنا أنفسنا إعلاميا. يعني يتحمل المسؤولية جزء رئيسي منه يتحملها السياسيون، وجزء رئيسي يتحملها الإعلاميون الذين أيضا عليهم دور ومهمة في بناء السردية والرواية الأردنية بشكل رئيسي.
نيجي على حسابات الأردن في المعادلة. أن أعود للسؤال اللي سألته، أنا بعتقد أنه إحنا دخلنا في تفاصيل بدون الإطار العام اللي حاولت أنا أبدأ فيه، بمعنى أنه البعض يعني هنالك عندنا تيارين رئيسيان. التيار الأول حكيت عنه أنت، تيار مشكك ومتشكك للأسف الشديد، دائما هذا التيار عندك مشكلة معه. يعني لو أنت شو ما عملت أنه هذا التيار دائما عنده شكوك في الموقف الأردني داخليا وخارجيا، هنالك بروبوغندا وأجندة بتعرف دائما إعلامية بتعمل وبتشتغل على هذا الصعيد، وللأسف الأجندة الإعلامية البديلة غير قادرة على مقاومة هذه الأجندة، لأنه إحنا ما بنعطي اهتمام كبير سياسيا للإعلام. وبمقابل التيار المشكك هناك تيار متخوف ومتحفظ ولديه مخاوف شديدة من بعض الهواجس، وهي هواجس مشروعة بالمناسبة. يعني يخشى أن الأردن يصطف مع الخاسرين بعد المعركة، يخشى أن الأردن تورط كثيرا في الحرب على غزة ودبلوماسيا في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب، يخشى أنه نحن انزلقنا إلى خطاب عاطفي في المعادلة الحالية. أنت بتسمع هذه الدعوة. أنا لا أتفق بدرجة كبيرة لا مع هذا التيار ولا مع هذا التيار، وأعتقد أنه الموقف الأردني إلى الآن موقف مدروس بشكل كبير جدا، ومدرس وموقف يسير يعني بخيط دقيق جدا في قراءة النتائج والتداعيات. لذلك لازم إحنا دائما نرجع قبل ما ندخل بالتفاصيل إلى الأصول. لماذا أخذ الأردن هذا الموقف الحالي في الحرب على غزة؟ أخذ الأردن الموقف الحالي بناء على إدراك لدى صانع القرار في الأردن بعد فترة طويلة من النقاشات والحوارات والسجلات، وحتى إحنا كمراكز تفكير دخلنا فيها وكنخب سياسية إذا بتتذكر دخلنا فيها، إنه هل إسرائيل ما تزال جادة في عملية السلام والتسوية السلمية؟ هل اليمين الصهيوني الذي يحكم إسرائيل الآن هو غمامة صيف عابرة وستعود إسرائيل إلى التيار العلماني والتيارات التي تشكل المنطقة، أم أن هنالك انزياح كبير؟ القناعة التي وصل إليها صانع القرار الأردني مع بداية الحرب على غزة ومن بعض التسريبات التي بدأت تتحدث عن التهجير، وهو سيناريو كان مستبعد في ذهن صانع القرار الأردني في مرحلة ما، بدأ يدرك أن الخطر حقيقي وليس خطر متوهم. صحيح. وبالتالي الحكومة اليمين الإسرائيلية الحالية، هذه الحكومة بأجندتها الحالية تمثل خطر على الأمن القومي الأردني، لأنه بعد بكرة إذا أنت لقيت لا قدر الله مئات الآلاف الآخرين من اللاجئين الفلسطينيين وربما ملايين على الحدود المصرية والأردنية، أنت لا إنسانيا ولا سياسيا ولا استراتيجيا عندك، أنت في مأزق حقيقي. وبالتالي هذه المعادلة الآن، الأردن هل أخطأ في أوراق القوة؟ أعتقد لا مش صحيح. ليش؟ أنت شوف اليوم الدبلوماسية الأمريكية التي كانت في البداية هائجة مائجة وراء الرواية الإسرائيلية وتدافع عنها، اليوم عادت أدراجها وبدأت تتبنى الخطاب الدبلوماسي الأردني. لاحظ على التحول في خطاب الدبلوماسية الأمريكية، حماس فكرة لا يمكن هزيمتها، لابد أنه بدأت تغير، تذهب بدرجات نحو الاعتدال أكثر وأكثر. طبعا في النهاية هناك اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل على هذا الاتجاه، ولكن الأردن لم يخسر الموقف الأمريكي. الأردن يدرك أن هنالك خلافات جوهرية بين إدارة بايدن وما بين حكومة نتنياهو. الأردن استطاع بالحرب الدبلوماسية اللي شنها، وهذا على قضية أنه هل دورنا ثانوي ولا رئيسي؟ لا، إحنا دورنا رئيسي. أنا بعتقد الدبلوماسية الأردنية كان لها دور كبير جدا في إعادة بناء الرواية الفلسطينية في العالم، لكنه مخفي. هذا حكيناها في البداية. ماشي. أنا بعتقد إحنا مقصرين فيها. طيب. لكن أنا بناقش التيار عام، التيار أخفي. أنا أناقش الاتجاه الذي يقول إنه والله يا إخوان ما نتورط، ما نزحلق، إحنا ما زحلقنا ولا تورطنا، إحنا ماشيين بما يخدم الأمن القومي الأردني والمصالح الاستراتيجية الأردنية، ولم نخسر أحدا، لم نخسر الإدارة الأمريكية، وما تزال علاقاتنا مع الغرب وأوروبا علاقات قوية وكبيرة إلى آخره. لكن هذا لا ينفي إنه لابد الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة في المقاربة الدبلوماسية. ما هي المرحلة الجديدة؟ أن ننتقل في الأردن إلى أن نكون طرفا في إيجاد حل سياسي، صيغة سياسية لإيقاف العدوان على غزة، وهذا يتطلب الانتقال من فقط الحديث عن وقف إطلاق النار، لأنه واضح أن الأمريكان والإسرائيليين رافضين وقف إطلاق النار. ماشي. بدون لابد من ربط وقف إطلاق النار بأفق سياسي. كيف نربط وقف إطلاق النار بأفق سياسي؟ هذا يستدعي أن الأردن يكون له دور مهم في النقاش مع الأطراف الفلسطينية ومع مصر ومع قطر ومع السعودية ومع الدول العربية وترويج ذلك. للأردن قدرة على صياغة
لغة دبلوماسية أفضل من العديد من الدول العربية، وأعتقد أنه هذه يعني نقطة في صالح الأردن. الأردن لديه مصالح مشتركة مع الموضوع الفلسطيني مرتبطة بشكل كبير. الأردن أثبت مصداقية كبيرة خلال الفترة الماضية، لابد أن يتم البناء عليها سياسيا في المرحلة القادمة. بدي أسألك سؤال عن الأردن والسلطة، لكن بدي أروح للدكتور طارق. دكتور طارق، بدي أتخيل أنه ياكل الخارطة الأردنية. اليوم إحنا في عنا تهريب مخدرات وأسلحة تقوم فيها حسب بعض المحللين ميليشيات إيرانية في سوريا. اليوم إحنا حدودنا مع العراق، هناك من يقول بأنه ميليشيات الحشد الشعبي على الحدود. سلاسل التوريد الأردنية فيما يخص الاقتصاد الأردني، إذا بدي أصدر أو بدي أستورد، معقدة. هاي نقطة. نقطة ثانية، الجميع يتحدث بأن الطاقة راح ترتفع والنقل راح يرتفع والجمارك راح ترتفع، فبالتالي كل الأسعار داخل الأردن راح ترتفع والرواتب مش رايح ترتفع. سؤالي، ما المطلوب اليوم دكتور أردنيا في ظل هذه الخارطة اللي مرسومة في إقليم ملتهب ومعقد اقتصاديا؟ لا حلول اقتصادية في هذه المنطقة إلا إذا كان هناك تبعية سياسية، والأردن قالها أنا لن أتبع أحد سياسيا. تفضل، شو بدنا نعمل هنا؟ أزيد، لأنه بدي أعرف شو دين هاي الموازنة اللي ما فيها غير ضرائب. خلاص سموها بدال وزارة المالية وزارة الجباية، وخلنا نخلص وخلي وزارة والله العظيم، لأنه إحنا ما في عندنا استثمار بالداخل. يعني إحنا اليوم إذا ارتفع، إذا صارت حرب بأوكرانيا منتأثر، صارت حرب بدريش وين منتأثر؟ طيب يعطونا خطط بالداخل. أخي عامر، قصة ارتفاع الجمارك وارتفاع الكهرباء لا قدر الله هذا قرار حكومي. كويس. الآن هل عنا طرق إمداد للأردن؟ كويس. في ظل المتغيرات المشاكل اللي موجودة، نعم يوجد وعديدة، مش طريق واحد من العقبة، ولكن من العقبة وحتى بر، ولكن الإشكالية هي في الكلف، سترتفع الكلف. أخي عامر، باستثناء أنا بدي أقول لك اليوم الثروة الحيوانية، احنا بنحكي عن غذاء بداية، قبل لا نحكي عن الكماليات والصادرات. كويس، خلينا نروح على الغذاء والاساسيات. اذا بتحكي عن الغذاء، ماشي، اليوم حتى الثروه الحيوانيه جزء من الاعلاف، جزء من المستلزمات والاسمده وغيرها. بيجيك شحن من برا، سترتفع كلف الشحن. صحيح. سترتفع كلف النقل البري بعد ما يوصلك الشحن البحري. كل الكلف هاي معرضه للارتفاع، هذه الكلف جميعها معرضه للارتفاع. هلا بتقول لي الطاقة بالعالم سترتفع، هذا قرار مش أردني، وهذا قرار مش متعلق بحرب 7/10، هذا قرار ليس له علاقة. ارتفاع كلف الطاقة في العالم مش قرار له علاقة ب 7/10. ولكن الغذاء الأردني، عندك القمح والشعير غذاء الحيوان اللي صحيح. عنا الحمد لله رب العالمين، مخزون استراتيجي، مخزون استراتيجي، مخزون استراتيجي قد يكون من أفضل دول العالم، ويقينا بتقرير على الأقل كويس البنك الدولي أفضل دولة بالمنطقة، وهذا استعدينا له من سنوات، مش جديد، ماشي. تم الاستعداد له من سنوات. اليوم المنتجات المتعلقة بالحليب، ألبان، أجبان، المنتجات المتعلقة بالثروة الحيوانية هاي موجودة محليا، الخضروات، الفاكهة موجودة محليا، ولكن هنالك الكثير من الأدوات التي تستخدم في هذا المنتج قد ترتفع لأنه بيتم نقلها من خارج المواد الخام. لا، قبل المواد الخام أنا بحكي لك عن الأسمدة. الآن الصناعات الغذائية المصنعة، ماشي، جزء من مدخلات إنتاجها نستورده من برا. إذا ارتفع علينا، أنا بحكي للاستهلاك المحلي، إذا ارتفع علينا سيرتفع على السلعة النهائية. هل هنالك خشية من أنه يكون واحد يجي يستغل الظرف يرفع سعر يقول لك صار؟ راح يصير معرضين، بس أنا بدي أقول لك إجمالا بكل الأزمات اللي مرينا فيها، تاجرنا الأردني وصانعنا الأردني وطني محترم ملتزم، ماشي، يشعر مع الناس. إذا في قلة، عدد قليل جدا بيقوم باستغلال ظروف ورفع الأسعار، ترى لدينا من الأدوات، من أفضل الأدوات اللي أنا شفتها بالدول كويس. المختلفة. خلينا سألك، لدينا السؤال. أدوات لضبط الأسعار، ماشي. إحنا دولة ريعية ولا إنتاجية؟ ريعية حتى اللحظة، ماشي. دقيقة. كويس، بس راح أعطيك المجال، طيب. ماشي، ليش ما ننتج في الأردن؟ كان هناك ثقافة المقاطعة نجحت في الأردن، كثير من الصناعات المحلية اليوم ارتفعت،
طيب إذا إحنا عندنا القدرة على الإنتاج ليش ما بننتج؟ أسمع الإجابة بعد الفاصل دكتور. تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد وجدت ترحاب بضيفي واعود لاسبع الى اجابه من الدكتور طارق حول المنتج المحلي. دكتور تفضل. اخي عامر احنا عشنا بسرديه مغلوطه لمده طويله من الزمن انه ما عندناش صناعه ما عندناش منتج محلي. لا عندنا منتج محلي وعندنا صناعه. في تقرير مهم بال2019 طلع للامم المتحده بال2020 طلع لليونيدو منظمه تابعه للامم المتحده ماشي بيقول اعلى وهي هاي مخالفة للسردية اللي طول عمرنا بنسمعها انه الاردن بيجمع بس التقرير وهو تقرير هام بيقول اعلى نسبة مدخلات انتاج في المنطقة هو في الصناعة الاردنية اعلى من تركيا اعلى من مصر اعلى نسبة مدخلات انتاج هذا التقرير الدولي مش ماشي اليوم لدينا صناعات ممتازة بجودة عالية بتنافس المنتج الدولي احنا اليوم بنوصل لشي 120 دولة بالعالم نصل أسواق أوروبا نصل بدنا نساعد المنتج الأردني بدنا ندعم المنتج الأردني اليوم هنالك جهود للتمييز وضع إشارات للتمييز هنالك موقع إلكتروني تم إطلاقه للدلالة على المنتج الأردني مهم نهتم بصناعتنا الوطنية لأنه إذا اهتمينا بصناعتنا الوطنية بتشغل عمالة زيادة نقدر نوصل لأسواق تصديرية أفضل اليوم من أهم دعائم الاقتصاد الوطني اللي موجودة عندك الصناعة المحلية بس الضرائب هدتهم هدتهم هد الضرائب يا دكتور أنا بعتقد يجب التركيز على الصناعة الوطنية بعمل كافة التسهيلات اللي نقدر عليها سواء لها علاقة بالمال ضريبة جمارك غير أو لها علاقة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الإجراءات اليوم لدينا فرصة ذهبية في دعم صناعتنا المحلية في دعم الإنتاج المحلي زراعي كان أو صناعي طيب دكتور عنا قطاعات محلية هي اللي شالتنا بالأزمات طيب دكتور بدي أسألك سؤال صناعتنا الأدوية مش قاعدة تنخفض قيمتها؟ قيمتها كيف تنخفض؟ يعني احنا كنا من صناعات الأدوية بتشكل بصحح ال 11% من المضبوط 11 ولا أكثر كان؟ تقريباً 11 طيب اليوم قديش بتشكل؟ أقل قبل 10 سنين كانت تشكل 21 اليوم صارت 11 كمان 5 سنين بعرف قديش طيب ليش؟ لأن الدول اللي من صدر لها تاريخياً وتقليدياً صار عندها صناعتها المحلية الدوائية وصاروا يعتمدوا على حالهم صاروا يعتمدوا على حالهم أكثر فاليوم الأسواق اللي كنا نصل إلها بشكل كبير صرنا نصل إلها بشكل أقل أنا بعتقد يجب أن يكون هنالك عمل حثيث أكثر وأكثر مع أنه عم نشتغل عليها عم نشتغل عليها بالأردن بشكل كثيف القطاع الخاص عم بيشتغل عليها القطاع العام عم بيشتغل عليها البحث عن بدائل وأسواق تصديرية بديلة لمختلف الصناعات الأردنية إن شاء الله أعود لك دكتور محمد وأطرح سؤال وأيضا سؤال صريح وواضح الأردن متمسك بالسلطة الفلسطينية بشخوصها أم أن الأردن متمسك بالقضية؟ النظرية الأردنية تقوم على التالي تقوم على أنه الأردن يرى أنه حل الدولتين هو مصلحة استراتيجية وطنية أردنية الاستقرار السياسي في الضفة الغربية والوصول إلى صيغة سياسية تمثل حل الدولة الفلسطينية مصلحة استراتيجية وجزء من الأمن القومي الأردني وجود السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لقبول العالم بموضوع حل الدولتين كممثل شرعي كممثل السلطة شرعي السلطة الفلسطينية لا نتحدث عن شخوص لا نتحدث عن شخوص الآن ضمن هذه المعادلة الأردن يتمسك بوجود السلطة الفلسطينية يتمسك بأهمية الممثل وجود ممثل للفلسطينيين لأنه إذا انهارت السلطة وانهار الممثل السياسي للفلسطينيين من سيمثل الفلسطينيين سياسيا هذا السؤال المهم اليوم إحنا أمام هذا التحدي بالنسبة للأردن طبعا بالتأكيد هناك إجماع داخل الدول العربية وحتى هنالك إقرار داخل السلطة الفلسطينية من قبل قيادات السلطة الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية اليوم
كشفت أحداث طوفان الأقصى أنها بحاجة إلى إصلاح وتجديد وتغيير. بأي اتجاه يكون هذا الإصلاح والتغيير والتجديد؟ أعتقد هذا سؤال بحاجة السلطة الفلسطينية إلى دور أردني قطري مصري سعودي إماراتي للمساهمة في هذه في الصيغة الجديدة التي تتصورها. من ضمنها هل نتحدث عن إدماج حركة حماس ضمن المشهد أو المعادلة السياسية الفلسطينية؟ هل نتحدث عن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟ هل نتحدث عن مرحلة انتقالية لانتخابات فلسطينية تشمل القدس والضفة الغربية وغزة؟ أنا بعتقد هذه هي الصورة النموذجية لمستقبل القضية الفلسطينية حتى نحدد الشرط الأدنى، حتى نقف على الأرض عامر. نقف على الأرض نستطيع أن نخاطب العالم أن هنالك طرف فلسطيني يريد السلام والتسوية. هل إسرائيل جادة؟ ليست جادة. إسرائيل من الآن ترفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ونتنياهو يعني واضح أنه عنده عناد شديد، واليمين من الطرف الإسرائيلي يتحدث عن مزارع إسرائيلية في غزة ويتحدثون عن بقاء في غزة. وبالتالي أنا بعتقد المعركة الرئيسية للأردن في المرحلة القادمة ليست هي أنه نحن يعني البعض يقول لك أخي من تعرف أنه إسرائيل لا تريد حل الدولتين؟ أنا بعرف أنه إسرائيل لا تريد حل الدولتين طبعا، بس أنا بحاجة بداية أن نوقف النكبة الفلسطينية الجديدة. وحتى توقف النكبة الفلسطينية الجديدة لابد أن تتحدث عن حل سياسي يتمثل بحل الدولتين وعن شروط تحقيق هذا الحل. ما زال مطروح دكتور حل الدولتين؟ أنا بالحد الأدنى نظريا مطروح، عمليا هنالك حواجز هائلة دونه، ولكن أنت يعني ما هو الخطاب الذي يمكن أن تتناقش فيه مع الطرف الإسرائيلي والطرف الأمريكي؟ هل البديل أنا أقول والله أنا لا أريد حل دولتين مثلا عامر؟ لا، أنا بدي حل دولتين، بدي قيام دولة فلسطينية، ولا بد من انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. على الأقل هذا الموقف يخطو بالأردن خطوات لمحاولة بدل ما أن تكون حماس وغزة معزولة يصبح الموقف الإسرائيلي هو المعزول، لأنه إلى الآن بنيامين نتنياهو يرفض الخروج من غزة، يرفض إيقاف الحرب، يرفض يرفض يرفض. أنت بحاجة اليوم أهم شيء أولويتنا كلنا إيقاف النكبة الجديدة، لأنه الشعب الفلسطيني متحمل. هو ما تحمله إلى الآن الشعب الفلسطيني في غزة هو فوق طاقة البشر، صح ولا لا؟ صحيح. تسمح لي؟ نعم. تقاطع ماشي. أقرب ناس للفلسطينيين الأردنيين، صحيح، بالدم بالاسم بالعشيرة بالحدود بكل ما شئت، وأنت تدرك ذلك والدكتور يدرك ذلك، ألا يوجد هناك مبادرة أردنية للمقاربة وعمل مقاربة بين فتح وحماس والسلطة وعملية يعني اللي تفضلت فيها عملية إصلاح جديدة تقبل جميع الفصائل، وبالتالي يوجد لديك الآن من يحاور باسم كل الفلسطينيين؟ صحيح، خصوصا في ظل وأنت يعني بمركز الدراسات تعلم بأنه شعبية السلطة اليوم في الضفة وفي غزة منهارة 7%، هاي متفائل قالها يعني. تفضل. صحيح، أنا بعتقد كان هناك تحول في المقاربة الأردنية بداية خلال السنوات السابقة. كان هنالك، تعرف الأردن هو بيمشي على أكثر من مسار، جزء من المسارات أن هنالك حساسية من بعض الأشقاء الدول العربية في موضوع القضية الفلسطينية، يعني أنه هذا الملف يعود للدولة سين أو صاد أو عين من هذه الدول، وبالتالي الأردن لا يريد أن يبدو وكأنه يزاحم هذه الدولة في الموضوع الملف الفلسطيني، بخاصة أنه كانت المطروح أكثر إشكالية غزة. الآن أنا بعتقد مع طوفان الأقصى ومع التحولات الجديدة ومع المواقف الجديدة، الأردن بدأ يدخل بشكل أكبر على الخط السياسي في القضية الفلسطينية، لكن الطريقة الأردنية ليست الطريقة السولو العزف المنفرد، هو يدخل من خلال النقاشات والحوارات، يعني اللقاء العقب الأخير. صحيح. بين جلالة الملك والرئيس السيسي ومحمود عباس، ما الهدف من ذلك الاجتماع؟ كان مناقشة كيف يمكن تطوير الموقف الفلسطيني ليكون قادرا على مواجهة الموقف الإسرائيلي وإيقاف الحرب على غزة وبناء المرحلة القادمة. نعم. المشكلة دائما أنه مثل ما حكينا الموقف الأردني يعمل في الجانب السياسي بشكل أعتقد جيد، بالتأكيد يعني هناك كل موقف له ما له عليه معنا. صحيح. عشان إحنا ما نكون نبدو كمان وكأنه إحنا مثاليين، بجوز يكون في نقاشات وتفاصيل كثيرة بحاجة إلى نقاش، لكن في المقابل أعتقد أنه لابد من تطوير الجانب الإعلامي، الرواية الإعلامية لتعريف القارئ الأردني أو الرأي العام الأردني والرأي العام العربي والعالمي بهذا الموقف. ما بيصير يضل هذا الموقف حبيس الغرف المغلقة وكأنه الأردن لا يقوم بشيء. لا، الأردن يقوم بكثير من الأشياء،
وممكن احنا يعني نعدد مئات الاشياء اللي قام فيها الاردن خلال الفتره الماضيه من الامور، ولا بد انه نفهم كمان عامر، وهي قضيه مهمه احنا في الموقف الاردني، يعني على اساس كنا نتحدث عن موقف التيار المتخوف. صحيح. لابد انه نفهم في ناس متخوفه دكتور. طبعا متخوفه في لا لكن التخوف على اكثر من جهه عامر، يعني هناك ناس متخوفه من الانخراط كثيرا في الموقف من موضوع مع غزة وفي مواجهة الأمريكان والإسرائيليين وإلى آخره، وناس متخوفة من مشروع الإسرائيلي الذي يريد إنه إيش إنه ينهي القضية على حساب الأردن، وبالتالي أنا بدي أخذ الأطراف لكن أنا، وهذه استطلاعات الرأي، أمس كان استطلاع أجرى مركز العربي للمركز العربي للدراسات السياسات والأبحاث، وكان على 16 دولة عربية من ضمنها الرأي العام الأردني، أكثر رأي عام عربي مؤيد لغزة ضد العدوان الإسرائيلي. صحيح. موقف ثابت صلب هو موقف الشارع الأردني، يعني هذا على الصعيد أنا أعتقد الدبلوماسية الأردنية تنسجم وتتناغم مع التوجه العام للرأي العام الأردني. هل النخب السياسية عامر هل لها الحق بالتخوف؟ في التخوف لها الحق، هل لها الحق في مناقشة أبعاد وقضايا أخرى؟ لها الحق. ما كيف أنا بدي أناقش الموقف الأردني إذا أنا سكرت الطريق على الجميع؟ لا، أنا بدي أسمع لكل الآراء، بدي أسمع لكل الاتجاهات، بدي أسمع لكل الأفكار، وهذا دور النخب، دور المجتمع المدني، دورنا إحنا أن نناقش الموضوع. طيب يا دكتور طارق، في كل ما يحدث اليوم عندنا إحنا رؤية اقتصادية طريقة معبد، يعني لا شك يعني ما يحدث. يعني أنت كيف ترى الاقتصاد خلال 2024؟ أحسن أصعب؟ هنالك تحدي كبير جدا في الملف الاقتصادي في 2024. لا شك أنه كل الملفات الاقتصادية والخطط الاقتصادية التي ننظر إليها اليوم صار تنفيذها أصعب مما كان عليه، التحدي فيها أكبر، لأن التحديات الإقليمية ستنعكس على الأردن بلا شك. كل القطاعات الرئيسية الإنتاجية كلها مربوطة ببعض، سيكون هنالك تحدي كبير لها في هذا العام. إذا خلصت الأزمة بهذا العام نحتاج فترة إلى التعافي، يعني إمتى ما بتخلص؟ بتخلص بشهر 5، بتخلص بشهر 6، تحتاج فترة إلى التعافي. عندك من أهم القطاعات بالأردن القطاع السياحي، يشكل 14% من الاقتصاد الأردني، 5 مليار. صحيح. هذا القطاع أكل ضربة كبيرة جدا بعد أن بدأ بالتعافي، بدأنا نشوف أرقامه قياسية مقارنة بسنة الأساس 2019. صحيح. بدينا نرى نمو من أجمل ما يكون بالقطاع السياحي، أكل ضربة مهمة جدا للقطاع السياحي. نحتاج إلى فترة للتعافي، جميع المسارات الاقتصادية والخطط الاقتصادية في 2024 ستشهد تحدي، الملف الاقتصادي بأسره سيشهد تحدي في عام 2024. في ظل عدم وجود استثمار يا دكتور، وفي عدم وجود تبسيط. والله أنا دكتور عامر أنا كنت أسأل دكتور طارق هذا السؤال، معلش نصير اثنين عليك. بصير. لا أنا سؤالي إنه مش إحنا بحاجة إلى خطة أو تحويل على خطة طوارئ للتعامل مع الأزمة الحالية اقتصاديا؟ أنا بحكي بمعنى إنه أنا بدي أشوف يا أخي هالأرقام وخطة التحديث الاقتصادي، وبدي أشوف الأوضاع وكيف تأثير القطاعات كذا، وكيف يمكن أن نساوي ريكفرينج، كيف تغطية لهذه، وما المطلوب للعمل في التعامل مع، أما نتعامل مع الأزمة إنه وكأنها ليست موجودة، أنا أعتقد هذه مشكلة. صحيح. دكتور محمد وأخي عامر، خططنا الاقتصادية حتى الموازنة التي تم إعدادها، كل الفرضيات اللي كنا بنطلع عليها بال 2023 لما نشوف 2024 و25 و26، كل الفرضيات اللي كنا نبني كل خططنا وكل أرقامنا عليها تغيرت اليوم. هل اليوم رح نرجع نعمل إعادة دراسة، إعادة قراءة للفرضيات؟ هل اليوم رح نعيد الخطط تبعنا؟ هل اليوم رح نعيد أولوياتنا، ننظر إلى أولوياتنا بشكل مختلف؟ لأنه قدرتك المالية على الحركة اقتصاديا اليوم، قدرة الحكومة، أي حكومة، هذه الحكومة أو أي حكومة، ماشي، اقتصاديا على الحركة محدودة. أنا بعتقد اليوم مهم جدا أن نعيد قراءة الأرقام كلياتها، قراءة الخطط في ظل ما جرى، قراءتنا للعام القادم، لهذا العام 24، بعدنا نحكي العام القادم، قراءتنا لعام 24، بدنا نرجع نتطلع على الأرقام اللي كنا حاطينها، نتطلع على الخطط والمؤشرات اللي كنا حاطينها، ننظر لها مرة أخرى بعين مختلفة بعد ما جرى. بناقشوها النواب قاعدين الموازنة. هذه الموازنة التي تم تقديمها، تم تقديمها في ضوء فرضيات. صح. اليوم هل الفرضيات لا زالت هي؟ لا. نفسها؟ لا. تغير. شو الانعكاس اللي راح يصير عليها؟ شو الأثر اللي راح يصير عليها؟ مش سهل ترى تتنبأ بالأثر الاقتصادي اللي جاي، ولكن يقيناً هنالك تحدي. طيب تحدي كبير. طيب جداً. دكتور، هل لدينا تحالفات اقتصادية محددة؟ هل سنستمر بأخذ الدعم من الدول أم
ممكن انه نملك خطط يعني احنا في دعم غير من الولايات المتحده الامريكيه بس في من الاتحاد الاوروبي يعني ولكن بارقام من الاتحاد الاوروبي ككتله اقتصاديه واحده وكدول متفرقه بيجينا دعم ولكنه قليل وقليل جدا. تعتقد الدعم الامريكي تغير بعد ما في الاردن السياسي يخف اقتصاديا الدعم بنص الازمه اللي نتجت مؤخرا كان هنالك توقيع لاتفاقية أخذنا بموجبها الدعم اللي كنا نتوقعه فلم يتغير الدعم الاقتصادي لأنه كان متفق عليه ماخذين عليه اتفاقية لخمس سنين هذا الدعم يجي كل سنة. أخي عامر الدول تستطيع تغيير اتفاقية طبعا لأنه اليوم أنا متفق أنا وأمريكا أنه أخذ منهم مبلغ كان بيقدروا يغيروه ولكن في نص الأزمة أخذنا المبالغ اللي متفق عليها. علاقاتنا الاقتصادية تحالفاتنا الاقتصادية لا زالت كما هي هنالك صعوبة بالنفاذ إلى الأسواق العالمية ولكن علاقتنا الاقتصادية بأوروبا بعدها زي ما هي علاقتنا الاقتصادية بأمريكا لا زالت زي ما هي لم تتغير علاقاتنا الاستراتيجية اتفاقياتنا الدولية الموقعة لا زالت زي ما هي ولكن هنالك تحدي بالوصول إلى هذه الأسواق صح مش بوجود هذه الأسواق تحدي بارتفاع الكلف على الصادرات المحافظة على جاذبية المنتج الأردني في الأسواق العالمية هذا تحدي سيكون تحدي يحتاج كبير. هذا التحدي على الأكيد إلى مشاريع الحزبية الاقتصادية يعني كل حزب له مشروع الاقتصاد اللي بده ينهض فيه باقتصاد البلد الأصل صحيح؟ الأصل فبالتالي دكتور طارق وهذا السؤال أحيله لضيفاي في نهاية هذه الحلقة مع إقامة انتخابات هذا العام لأنه نحتاج إلى خطط اقتصادية جديدة ممكن تفيد الحكومة بالرقابة والتشريع أم لا مع إقامة انتخابات أم لا نحتاج ملهاش علاقة بالخطط الاقتصادية إقامة الانتخابات مش طرف بس إحنا بالطرق مو أحزاب صاروا أنا ما بعتقدش إلها علاقة بالملف الاقتصادي إقامة الانتخابات من عدم إقامة الانتخابات مع أنه بالمناسبة الانتخابات في إلها أثر اقتصادي إيجابي على الشارع لأنه اليافطات الحلوي يعني تعمل حركة من نوع ما بالسوق هل لا أحكي بجد صحيح أنا معك يتم إنفاق أموال على الأكل على الشروب على كل شيء مبارح الانتخابية بتحرك مختلف الأسواق ما أجرى انتخابات إحنا أجرينا انتخابات بأقصى الظروف أجرينا انتخابات بنص كورونا فقادرين على إجراء انتخابات بكل يعني الكورونا ورجتنا أننا قادرين على العمل عمل الانتخابات وغيرها من الإجراءات الرسمية بمختلف الظروف باختصار الانتخابات القادمة لها حسابات مختلفة يا عامر الانتخابات القادمة هي التجربة الأولى لمن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية صحيح والأحزاب على المحك نجاح أو فشل الأحزاب سيكون له تأثير كبير على المستقبل السياسي للعمل السياسي كله في الأردن لذلك أنا بعتقد أنه إحنا مهم جداً في المرحلة القادمة نتطلع بشكل كبير على التحضير وأجواء الانتخابات هل تستطيع الأحزاب خلال ما تبقى من وقت لأنه لما أخذت وقت كافي أنها تشتغل على البرامج وعلى الحملات الانتخابية أنا بعتقد هنالك ما تزال الأحزاب جزء كبير منها خاصة الأحزاب التي يتم الرهان عليها الكبيرة ما تزال بحاجة إلى استكمال جزء كبير من إمكانياتها المؤسسية ومثل ما حكيت أنت مسألة البرامج مسألة مش سهلة مش اثنين ثلاثة بيقعدوا بغرفة وبيخلصوا وأنه سوينا برنامج عليها الدكتور طارق بناء البرامج الأحزاب عليها أن تدرك بناء البرامج بده يبدأ من القاعدة إلى القمة وبده نقاشات وحوارات لأنه ما الفرق بين أي حزب وحزب آخر هو البرنامج الذي يقدمه وما شفت أحزاب على الأرض يعني أحزاب فاعلة في هذا العرب غير حزب أو حزبين شوف يعني هو حزب الأحزاب حتى ما نظلمها عم تبذل مجهود كبير عم بتحاول لكن أنا بعتقد لسه أمامها تحديات كبيرة أنا لا مع لست مع ولست ضد ولكن أنا مع دراسة مش كان طارق قبل شوي يتحدث عن إعادة النظر في الفرضيات اللي أنا أعتقد أنه بحاجة إلى إعادة النظر في الفرضيات السياسية للعديد من الأمور في العام 2024 شكرا جزيلا لضيفي أستاذ النظرية السياسية بالجامعة الأردنية معالي الدكتور محمد الرومان شكرا لك ولحضورك الشكر موصول لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتنمية الأسباب معالي الدكتور طارق الحمود شكرا لك شكرا لك دمتم بخير تقلكم غدا إلى حين كل التحدي